إن شاء الله درس النهاردة هيكون درس سهل وبسيط وهتفهمه بسرعة. الدرس النهاردة ده بيعمل مشاكل لمعظم الطلاب ومعظم دارسي اللغة الإنجليزية، لكن في الحقيقة هو درس سهل جدا تقدر إنك أنت تفهمه بمجرد إنك أنت ما تتعرف عليه وتذاكر الشرح معايا. إن شاء الله في آخر الفيديو هتلاقي نفسك فاهم الدرس وهديك أسئلة نحلها مع بعض إن شاء الله بإذن الله. طيب يلا كده نبدأ النهاردة الدرس النهاردة اللي هو هناخد ضمائر الفاعل وصفات الملكية وضمير الملكية وضمير المفعول وازاي تميز بين الاثنين. هبدأ الأول إن شاء الله بإذن الله بضمير ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل هي أي هيم شي إت زي وي ويو، أنت عارف الكلام ده هو. لكن اللي أنت ما تعرفوش إن كلمة بروناون دي أساسا اسم نون، دي اسم معناه نون، وبرو جاية من كلمة لاتينية معناها إن بيهاف أوف، يعني بنيابة عن، يعني بنيابة عن الاسم، يعني أنا بستخدم الضمير اللي قدامك ده بنيابة عن اسم معين. So. ضمير الفاعل بيجي في بداية الجملة، في بداية الجملة. زي إيه؟ زي هي إز أبوي، هي إز أبوي، هو ولد. ألي إز ماي سون، علي ابني. هي إز أ ستودنت، هي إز أ ستودنت. So هي هنا عايدة على مين؟ عايدة على علي. يبقى نابت عن الاسم، نابت عن الاسم، يبقى ده كل ضمائر الفاعل. ضمير الفاعل هو بيجي في اول الجمله بينوب عن اسم. طيب صفات الملكيه، صفات الملكيه انا انت يمكن عرفت في فيديو من الفيديوهات اللي انا عملتها ان الصفه تيجي قبل الاسم. الصفه ازاي قبل الاسم ازاي؟ يعني مثلا عايز اقول بنت جميله فما اقولش جيرل بيوتيفول، لا هقول ا بيوتيفول جيرل، ا بيوتيفول جيرل، بنت جميله. نفس القصة، أنت عندك صفة الملكية بتيجي قبل الاسم المملوك، قبل الاسم المملوك. يعني إيه قبل الاسم المملوك؟ يعني أنا مثلا عايز أقول الكلمة دي، عايز أقول كتابي، كتابي، أقولها إزاي بالإنجلش؟ إحنا في الإنجلش ما عندكش أنت الضمير الملتصق بالاسم ده هواتي، هنا في الإنجلش بنعملهم على كلمتين، فأنا عايز أقول كلمة كتابي، أقول ماي بوك، ماي بوك. فماي هنا ترجمتها ايه يا مستر؟ ماي دي اللي هي بالعربي الضمير الملكيه اللي في اخر الاسم. ماي، ماي بن، قلم. هيز، صفه الملكيه من هي. هيز سون، ابنه. هير، هير بن، قلمها. اتس، الغير العاقل، صفة الملكية الغير عاقل. اتس ليج، رجلها، رجل القطة أو الترابيزة اللي عندك الغير عاقل. ذير، صفة ملكية للجمع. ذير بوكس، كتبهم. اور، اور هاوس، منزلنا. يور، يور براذر، يور براذر، أخوك، أخيك. الكاء دي هي يو. تمام، بص في الجمله دي. She's my mom، هي my mom، my mom امي، مام ام، وماي اللي هي الياء، يبقى امي. في اللغه العربيه انت بتحط الضمير مع الاسم، في اللغه الانجليزيه بفصلهم الى كلمتين. my mom، I am her son، I am her son، وانا ابنها. son ابن، وهير عايد عليها هي، يبقى ابنها. this is my family، this is my family، هذه عائلتي، زي ما انت عارف هنا my family، my ملكيه عائلتي. ننتقل الى البوزيسيف بروناون، ضمائر ضمير الملكيه. ضمير الملكيه ده دايما بتلاقيه في اخر الجمله، هو بيحل محل صفه الملكيه، بيحل محل صفه ايه؟ الملكيه. ضمير الملكيه من اي ماين، وماين معناها ملكي. هيز ملكه، هيرز ملكها، زيرز ملكهم، اورز ملكنا، يورز ملكك او ملككم. بص معايا في الجمله دي، يا دي اتس ماي بن، اتس ماي بن، انه قلم.
It's mine, إنه ملكي. فأنت دائما هتلاقي ضمير الملكية آخر الجملة ولا يأتي بعدها المملوك، ولكن ضمير الملكية ده يحل محل صفة الملكية. ضمير المفعول، ضمير المفعول ده اللي بيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقول لك مثلا my mom gave me a present، امي اعطتني هديه، اعطتني انا، فهي عباره برضو عن ضمير بس منتصق بالفعل، يعني جاي في الفعل. she talked to me، هي تحدثت الي، تحدثت الي. she bought me a car or a phone، اشتريت لي سيارة، اشتريت لي آلة. يبقى ضمير الملكية هو عبارة عن ضمير هيلتصق في الفعل، بنفسره في اللغة الإنجليزية مي، اي ضمير الفاعل، ضمير المفعول، مي، هي، هيم، شي، هير، ات، ات، زي، زم، وي، اس، يو، يو. بص معايا في الجملة، آية is my sister. My sister أختي. آية is my sister أختي. I give her. I give her. أنا أعطيتها. أعطيتها. أعطيت آية. My pen قلمي. I play with her. لاحظ خلي بالك هنا ضمير المفعول بيجي بعد البروبوزيشن بعد حرف الجر، وكمان ضمير المفعول بيجي بعد الفعل. بص في الجملة الثانية، tell me about your family، أخبرني عن عائلتك. بص معايا ضمير المفعول جاي ازاي؟ جاي بعد الفعل اهو، tell me about your family. دلوقتي هناخد جمل ونبدأ إن احنا نحل عليها على ضمائر الفعل وصفات الملكية وضمير الملكية وضمير المفعول. يا رب تكون فهمت، عشان لو ما فهمتش الدرس ده أو لو ما عرفتش حل الأسئلة اللي أنا هكتبها إن شاء الله، يبقى أنت كده هتعيش الدرس بالتالي. يلا بينا. Choose the correct answer from A, B, C, or D. أول سؤال. This is my friend. Space name is Omar. بالعربي هذا صديقي، لغة name is Omar. يعني عايز أقول هذا صديقي اسمه عمر. اسمه إيه؟ عمر. طيب هير دي المؤنث. لو بنت كنت كانت تنفع هير، فمش هينفع إن أنا آخد هير. ذير جمع دي صفة ملكية للجمع. أور برضه جمع للمتكلم. تبقى إيه؟ هيز. يبقى ذيس إز ماي فريند، هذا صديقي، هيز نيم اسمه عمر. كويستشن نمبر 2. تومورو سهلة دي. تومورو إز سبيس بيرثداي. يعني بكرة عيد ميلاده ولا ميلادها ولا إيه؟ شوف الاختيارات. تومورو إز شي غلط. ينفعش خالص، ده بالفعل يبقى في الأول. هير ممكن صح؟ عندما هير هيز ما تنفعش، عشان هو لو هيز كده غير هيز كده. دي هي إز هو يقول، لكن دي هي صفة الملكية. طيب زي ما تنفعش خالص ده بالفعل، يبقى عندك الصح هير. كويستشن نمبر 3. Throw the ball to please. I am waiting. تاني. Throw the ball to space, please. I'm waiting. يعني ارمي له الكورة، أنا مستني. Throw the ball to، لو افتكرت في أول الفيديو أنا قلت لك إن ضمير المفعول بيجي بعد حرف الجر. عندك حرف الجر. يبقى إيه في دول ضمير المفعول؟ هتلاقي مي. يبقى throw the ball to me. ارمي الكورة إلي. I am waiting. أنا أنتظر. Question number 4. Can have your pen, please. هنا أنا بعمل استئذان. Can me, can I, can mine, can us. لو لاحظت هنا أنا جبت في السؤال بهل، بتجيب الفعل المساعد بعد كده الفعل، يعني أنت هنا عايز ضمير فعل. فين ضمير الفاعل؟ I. يبقى can I، هل يمكن أن، have your pen please، آخد قلمك من فضلك. Question number 5. Mr. محمد شعبان teaches English. Mr. محمد شعبان teaches space English. Teaches he, teaches his, teaches us, teaches hers. بص للجمله، عندك ده فعل. طيب اللي هيجي بعد الفعل ضمير مفعول، ضمير مفعول هتلاقيه عندك us. يبقى مستر محمد شعبان يعلمنا English.
Question number 6. Your bag is blue. Your bag is blue. شنطتك زرقاء. It's red. وبتاعتي حمراء. يبقى mine is red. يبقى your bag is blue and mine is red. شنطتي حمراء. Mom. Read and correct the underlying words. Mom always helps my do my homework. نفس القصة يا مستر. عندك هيلبس ده فاعل. يبقى هنا عايز ضمير مفعول. ضمير المفعول بتاع my me. يبقى mom always helps me do my homework. Question number 2. This is she. She bought it last night. يعني دي حاجة هذه حاجة اشتريتها الليلة الماضية. يبقى الحاجة دي ايه؟ ملكوها. يبقى هذه ملكوها. هي اشترتها الليلة الماضية. يبقى هو هنا عايز ايه؟ عايز ضمير ملكية بتاع شي. هتلاقيه hers. يبقى this is hers. She bought it last night. تمام. Question number 3. This is my new house. Mine. قلنا mine ده ضمير ملكية. عشان يبقى ايه؟ يبقى هذا ملكي منزل جديد. Of course. نط. يبقى الجملة كده غلط. هو هنا عايز صفة الملكية عشان جايب بعدها الاسم المملوك المنزل الجديد. يبقى this is وش ماين خليها ماي. يبقى this is my new house. معناها هذا منزلي الجديد. Question number 4. How often does him read the story? How often كم عدد المرات بيقرأ فيها القصة أو اللي بيقرأ فيها القصة؟ طيب يبقى وش انا هم دي غلط عندك. طب غلط ليه؟ علشان انا بجيب هاو اوفن وبعد هاو اوفن بجيب تو او داز بعد كده بجيب الفعل. يبقى انت هنا عايز الفعل اللي هو هي. يبقى هاو اوفن داز هي. ليه هي مصر؟ علشان انا في ترتيب السؤال بجيب اداه استفهام بعد كده الفعل المساعد بعد كده الفعل. يبقى انا المطلوب مني هنا ان انا احط ضمير فعل. Question number 5. Amira has a new car. Amira has a new car. Their car is smart. يعني أميرة معاها سيارة جديدة. Their car سيارتها سيارتهم أنيقة أو جميلة. طبعا ما ينفعش أقول their لأن هي مؤنث ومفرد هنا. يبقى عايز أنا هنا ضمير صفة ملكية. يبقى أقول her car سيارتها أنيقة أو ذكية. It's my book. جملة بسيطة وسهلة خالص. عايز أقول هذا كتابي. زي ما قلت لك عشان تقول كتابي لازم تحط صفة ملكية. My mom. يبقى it's my book. هذا كتابي. This car is my. This car بقى this car is my. هنا أنا آخد ضمير الملكية في الآخر. ليه يا مستر؟ عشان ضمير الملكية اللي في آخر الجملة. يبقى this car is mine. This car is my. معناها هذه السيارة ملكي. هنا في الجملة رقم 6 it's my book. ما ينفعش أقول my book يعني إنه ملكي كتاب. لا عايز أقول كتابي. كتابي كده على بعضيها تبقى my book. وبكده أنا عرفتك الفرق بين ضمير الفاعل وصفة الملكية وضمير الملكية وضمير المفعول. يا رب تكون استفدت بالفيديو واستفدت بالحل. حاول قبل وأنت بتقرأ الحل ده هواي إنك تقرا السؤال معايا وتوقف الفيديو وتحل لوحدك. بعد كده تشوف الحل بتاعي تشوف اجابتك صح ولا غلط. وانا هنا هفسر لك كل سؤال لوحديه. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.